أنا سميرة المطلق من منطقة المفرق، متزوجة، لدي 4 أبناء. إحدى المستفيدات من برنامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة أخذت دورة تدريبية مع مؤسسة التعليم لأجل التوظيف اللي هي بالدعم من منظمة MEDAIR، وبلشنا إحنا نفكر بمشاريع من خلال الدورة التدريبية اللي أخذناها، مشاريع تكون مشاريع ريادية. فمن هنا إجتني أنه لازم أنا أختار مشروع ريادي، خطر على بالي أني أشتغل بالفول السوداني. أخذت دورة تطوير المشاريع واستدامتها، من هنا أعطونا عدة مهارات وأفكار كيف إحنا نعمل على تطوير المشروع. بعد الدورة إجتنا بعض الأفكار أنه نبلش نعمل على تصنيعها ومعالجة الفول السوداني. إحنا أنتجناه، ولكن إذا بدنا ندخله للسوق المحلي إحنا ما عملنا إشي جديد، صح زراعة جديدة على مستوى المملكة، ولكن إحنا بدنا نعمل على إشي مطور ومستدام. فإجتنا فكرة إنه نصنعه فول سوداني بعد ما بعناه ني وبعد ما عملنا على تحميصه. بلشنا في معالجة الفول، بلشنا في تقشيره، وبعد ذلك عملنا على تحميصه، وبعد التحميص عملنا على طحنه مع مزج المواد المضافة. المجتمع كان كله ضدي، إنه كيف سيدة بيت ربة بيت تطلع للمجتمع الخارجي وتبلش تثبت وجودها. كانوا رافضين الفكرة بالبداية، ولكن الآن كلياتهم سيدات اللي حوالينا عم بفكروا كيف بدهم يدخلوا لمشروع زي مشروعي ويعملوا نفس اللي أنا عملته.